السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير بألف صحة وسلامة. كيف كتشوفوا غندير معكم اليوم بطبوط معمر يصلح الكوتي أو العشاء، وغادي نصايبو عاد مع بعض بغرير كيجي زوين وساهل وصحي ماشي معجن بالسميدة، كيجي رائع رائع بزاف وخفيف ومتقب من جوج جوايح، يعني حتى من عنب حتى من اللور ديالو متقب. ها نتوما تشوفوا يعني البغريره الوجه ديالها متقب واللور ديالها متقب، وكتجي ما معجناش وزوينه، واخا كتدهن كتبقى قابطه في راسها وما كتبداش تطيح غير بوحدها ولا كتقطع غير بوحدها. يعني غنتوما غتجربوا تشوفوا يعني نتيجه زوينه، حتى اللي ما عمرها صايبات البغرير غادي يستقلها هذه الطريقه زوينه وسهله. غادي نبداو بالمقادير ديال البطبوط. غادي نحتاج جوج زليف ديال الفينو ولا دقيق القمح وزلافه ديال الفورس. غادي نديرهم هنا في البول ديال الخلاط الكهربائي، العجانه يعني الكهربائيه، يمكن لكم تعجنوا بيديكم ماشي مشكل. غادي نحتاج الملح، راكم عارفين الملح على حسب الذوق. طويبات غادي دابا درت كنزيد في الدقيق، يعني القياس هذا الدقيق ديال القمح، اللي عندها الفينو او سبيسيال ديرو. غندير الملحه، غندير واحد جوج طويبات السكر او معلقه صغيره ديال السنيده باش كيجي محمر اللون ديالو كيجي مزيان. غادي ندير واحد معلقه ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره، وغادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. غادي ندير الماء دافي ونخليه يتعجن. العجينه ما تكونش قاسحه وما تكونش مطلوقه، يعني تكون مرخفه وزوينه. نتوما تشوفوا كيفاش تكون. نخليوها تعجن ونمشي نصوب لها الحشوه، يعني لافارس، باش تكون بارده ملي نجي نحشو هاد، نجي نعمرهم يكونوا باردين وما يخسروش العجينه. يعني دابا نخليها تعجن كيف كتشوفوا. مره مره كنشوف واش خاص الماء كنزيد شويه بشويه، ما نديرش الماء في خطره باش ما تجينيش جاريه، وما نديرهاش في الاول قاسحه باش ما نوحلش معاها. اللي خليتوها في الاول قاسحه كتبقاو تمحنوا معاها، عاود كتبقاو تدلكوها بزاف ولا كتزيدوها الماء كل ساعه. المهم نتوما دابا في هاد التخليطه كتحاولوا ديروا القياس باش تعرفوا ما تخليوهاش توحلوش معاها. يعني صافي دابا نخليها تدلك حتى تجمع لي العجينه. كيف كتشوفوها هي دابا منين تجمعات وكت حتى البول كتنقى ملي كتدلك مزيان العجينه. غادي دابا غادي نكورها، نديرها كويرات ونزلهم في الصينيه ونغطيهم بالسلوفان عي شويه يرتاحوا، وندوز ندان نعمرهم، حيت الا خليتهم بزاف غادي يخمروا، ما نبغيهمش انا يخمروا، خصني نعمرهم نعمرهم ونخليهم شويه يخمروا عاد نطيبهم. الحشوه كيف كتشوفوا المعروفه، يعني اللي كندير في الرغيف ديالي البصله كنشحرها في المقله ونزيد عليها الكفته، نزيد الفلفل الوان والمليحه وبزيره وبطبيعه الحال شويه الزيت البلديه، وصافي كنشحرهم ونخليها تبرد. ونجي دابا نبدا نعمرها. نتوما كيف كتشوفوا كناخذ الكويره كنقرصها وكنحط فيها الحشوه وكنلول بها ونحطها عاود حتى نسالي كميه كامله. ملي كنسالي كنقرصهم وكنحاول نسرع باش ما يخمروليش، حيت الا خمروا ما كيجوش مزيونين. صافي اللي قديتها كان اللي شفتها بدات كتخمر كنوجد المقله سخونه كنقرصها ونديرها في المقله. هانتوما كيف كيجيو فنين فنين ولداد، يعني غزالين، جربوهم غادي يعجبوكم بزاف. انا دابا ساليتهم كاملين في الطياب، كيجيو عامرين بالاقامه وخفاف وزويونين.
يعني مزيانين الكوتي، مزيانين حتى العشاء اللي بغى ما يديرش مثلا شي عشاء هو داك، راه مزيانين هادو العشاء. نتوما تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، يعني الحشوه فيهم كامله، يعني ما تلقاش يعني الحشوه غير الوسط والجناب خاويين، يعني الحشوه دايره فيهم كاملين. دابا غادي ندوز المقادير ديال البغرير. عندي جوج زليفت سميده رقيقه، سميده الصفراء الممتازه، وجوج معالق كبارين ديال الفورس. عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز والملحه على حسب الذوق، وجوج خميرات ديال الحلوى. وعندي المدافي، المدافي غادي ندير 4 زليف والخمسه ما عامراش. كندير كلشي المقادير في دابا غادي ناخذ الزلافه اللي كنت معمره فيها السميده، هي باش غادي نعبر الماء. نفس الزلافه غادي ندير، مثلا كنت انا درت دابا جوج زليفت السميده، غادي ندير 4 وغادي نزيد الخمسه ما تكونش عامره، يعني نص ديال الزلافه، يعني 4 ونص غندير. ها الثانيه، الثالثة، دابا عمر لي الكاس. غادي نخلي نقص منو، نخلط بعدا ونقص منو، عاد نزيد الما اللي بقالي ونخلط، وعاد ندير الخميرة د الحلوة. دابا غادي ندير الملحه، حيت ما كنديرهاش في الاول باش الخميره تفاعل ليا، كنديرهاش مع خميره الخبز، كنديرها في التالي مع خميره الحلوه. غادي نخلط دابا شي 3 دقائق وعاد نزلو في واحد البول، نغطيه واحد تقريبا 5 دقائق ونبدا نخبز فيه. صافي، ما كيحتاجش خميره بزاف، حيت هو اصلا فيه خميره، عاد تخلط راه كيخمر. دابا غادي نخوي في هاد لوبول، نخليه يرتاح 5 دقائق وعاد نبدا نخبز. ها هو دابا درت ديك المقيله الصغيره ديال 260 ديال 13 درهم، كطلعو زوين صراحه، يعني وكيجي قياس واحد. هذه درت المقله الاخرى الكبيره، هانتوما تشوفوا. هي في الاول كتديك البغريره الاولى او الثانيه ما كيجيوش شويه، ما متقبينش بزاف، ولكن غير اون فوا كتسخن المقله صافي كيبدا يطلع لك كله بحال بحال، وكله متقب وزويون. شفتوا كيفاش كيجي بحال الشهده؟ وخلاص الا تدهن بزبيده بلديه وعسيله كيجي راه غايه غايه، ما تشبعوش منه، كيجي رائع. ودائما منين كنطيب البغريره كنديرها لقفها هكا باش كتجي محلوله، كيجيو الثقوب باينين، ما كنديرهاش على وجهها في الاول حتى كتبرد، عاد كنقلبها بحال هكذا. غير البنات كنصحكم ديروا هاد الوصفه، زوينه زوينه بزاف، وكيصدق فيها البغرير. يعني الا بانت لكم البغريره الاولى ما صدقاتش، ما تخافوش، خليوه عاود شي شويه، يعطيوه واحد 4 دقائق وحده اخرى، وعاودوا خلطوه مزيان، خصو ضروري تخلط، عاد تبداو طيبوه، غادي تلقاو نتيجه زوينه. ها انتم كيف كتشوفوا، راه متقب من الوجه ديالو ومن الظهر ديالو، وحتى لا طويتيه ما كيتلصقش مع بعضه،
حيت داك اللي كيتصايب غير بالفورس راه كيكون عي كتقيسيه بيدك تيلصق لك في يدك. ونختمو بهاد البطيبيطات. دابا شوفوها من قسمتها المعمره كيف جا، كيجي هائل تا هو ولذيذ وزوين بزاف. الكوتاي مع اتاي وبصحتكم. ما تنساش اللي دخلت القناه ديالي وما كانتش مشاركه تشارك وتعمل لايك وتعليق واقتراح، مرحبا به. الى اللقاء.